يذوب داخل الثلاجة ويتجمد إذا طلعناه من الثلاجة. وشو؟ الثلج. ها؟ الكريم ولا اسكريم؟ الكريم. خطأ. ها؟ الثلج شلون؟ يعني يذوب داخل الثلاجة الثلج وإذا طلعناه من الثلاجة يتجمد. إذا طلعناه ما يتجمد. ها؟ شيء يذوب داخل الثلاجة ويتجمد إذا طلعناه من الثلاجة. أتحدى أحد يعرف الجواب. الشطة. ها؟ لا غلط. البصل. يلا شيء يذوب داخل الثلاجة ويتجمد خارجها. شارك. شارك. تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال. في واحد يشارك بعد. تعال معهم أتحداك معهم. ما في شيء. طيب بس ها. السؤال إيش هو؟ شيء يذوب داخل الثلاجة ويتجمد خارجها. يتجمد داخل الثلاجة ويذوب. يذوب داخل الثلاجة ويتجمد إذا طلعناه من الثلاجة. النوتيلا. لا النوتيلا أكيد. غلط. ها. لا. ها عطن جوابك. بسرعة. قل الفلفل. قل الفلفل بسرعة. فلفل غلط. يلا تعال شارك تعال تعال في مشاركة بعد تعال 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 عيباني شارك معهم. ها شيء يذوب داخل الثلاجة ويتجمد إذا طلعنا من الثلاجة. أتحداك أنت وفرح ومتابعين فرح وخويات فرح كلكم. ها أنا أنا أيام الحرب. جاو. باختصار. لا. وشو؟ يذوب في الثلاجة. لا أي. ويتجمد خارج الثلاجة. أي يلا سريع. ولا شيء. ها. ما في شيء. هلا هلا سهل. ما في ما في. للأسف. بسرعة قل الفلفل الأخضر. غلط. فرح قولي العطر بسرعة. غلط. ها ماشي. يلا يا جماعة بالتعليقات اكتبوا اتحدى احد يعرف الجواب. يلا.